العزيز المبارك الذي غادر دنيانا الفانية في أحد مشافي القاهرة في 9 من فبراير سنة 2020، يعد أحد أبرز نجوم السبعينات، وقد كان محظوظا بوجود قمم موسيقية في مجال التلحين والتأليف الموسيقي: بشير عباس، عمر الشاعر، أحمد زاهر، علاء الدين حمزة، برع محمد دفع الله، أحمد المبارك، وسيف عبد القادر وغيرهم. أفاد عبد العزيز من تلك الكوكبة فكرس نفسه فنانا مؤديا، وأجاد وأتقن في الأداء الغنائي، واستطاع أن يبني من تنوع تلك المدارس البارعة في التلحين مسيرة فنية امتدت منذ تخرجه في معهد الموسيقى والمسرح حتى وفاته رحمه الله. وقد استحق المكانة العالية التي شادها في دنيا الغناء بأصالة صوته وتفننه في تنويع الأداء وتفرد طبيعة صوته. وهذه الأغنية لم يسجلها للإذاعة لأنها مسجلة أصلا بصوت بهاء الدين أبشلة كما استمعنا إليها، وإنما أخذتها الإذاعة من تسجيل في حفلة على خشبة المسرح القومي بأم درمان.